انا ابغى اشوف قبل شوي نشوف المؤتمر الصحفي اللي كان فيه الاقاله، وكان بعد مباراه الفتح. صحيح، قبل مباراه الاهلي. قبل مباراه الاهلي. انا عجزت الى الان، يعني صار له الموضوع يمكن كم شهر، 6 شهور او شيء، عجزت اقتنع في هالمؤتمر الصحفي، وما اعرف كيف كانت تفاصيله وكيف اتفقتوا عليه، وش من اللي اقترح الاقتراح حقيقه باقامه مثلا المؤتمر الصحفي والاعلان قبل المباراه. يعني كان بالامكان الاتفاق مثلا بينكم، بينك وبين الاداره، ويكون هذا طي الكتمان حتى مباراه الاهلي، يعني انه يعلن للجمهور من هذا، من هالشخص اللي اقترح. بس جميل، اول شيء لو طبعا انا اقدر على فكره يعني وقفتك مع الاتفاق، واقدر كل الكلام اللي قلته، وهذا يعني ما اقدر اقول انه واجب، هذا بالعكس يمكن وفاء منك، لكن انا ما اتكلم عن ناحيه الاعلان فقط. جميل، بالنسبه ل المتابع القريب من نادي الاتفاق يعرف ان من بعد مباراه ابها الجوله الثالثه الكل كان يتحدث عن الاقاله، الكل في كل مكان، في البرامج الاعلاميه، في الصحف، في الشارع الرياضي، الجماهير، الكل كان يتكلم. يعني انت تتكلم عن ما قبل مباراه الفتح، شهر الاخير قبل مباراه الفتح، كنا موجودين هنا، كل مباراه نتوقع بالضبط إقالة. يعني فالوضع كان يتردد بشكل يومي، ما بالغ لك، بشكل يومي. المؤتمر بالنسبه لي كنت انا احب اني اظهر بهذا المؤتمر، صح خطا هذه قناعه من عندي انا. هو ما كان مؤتمر بحكم يعني بكثر ما كان اعلان. الزملاء الاعلاميين ما اعرف من دعاهم، من ما اعرف كيف جاوا، ما اعرف خفايا الموضوع ذا، لانه كان اصلا قبلها بيوم. يعني اجتمعنا، خلصنا التمرين، طلبت اني على طول يعني في الاجتماع طلبت اني اخرج واعلن انا بنفسي، فهمت علي؟ لكن تواجد الاعلاميين وظهوره بالمؤتمر بمسمى مؤتمر، هذا اللي انا لا خليني مسمى مؤتمر، مجرد الاعلان. يعني ليش، وش الهدف او فكرتك انت من الموضوع؟ الفكره عشان اوضح الفكره كامله، يعني النقل يكون عني انا، ما يكون عن شخص اخر. طيب ليش ما اتفقت انه النقل يكون عنك بعد مباراه الاهلي؟ لان قلت لك انا الخبر مذاع، يعني الخبر مذاع، يعني لدرجه انا قبل ما اروح للاجتماع احد الاعلاميين شخصيه معروفه اتصل علي قال لي انت مع السلامه، قبل ما اروح ما تلقى الخبر الرسمي من الاداره، فهمت علي؟ فمو ما كان سر الموضوع اصلا، ما كان سر، يعني كل مباراه كانت اصلا تتردد، وانت تفضلت يعني في كل مكان. شهر اقول لك قبل مباراه الفتح، يعني من بعد مباراه ابها تحديدا، والمفاوضات كانت متواجده. اي بس انه لما يطلع، خلي التسريبات موجوده في كل مكان وفي كل زمان، لكنها تطلع خلاص اعلان رسمي، هنا الامر مختلف. يعني انا اعتقد بالنسبه لي اعلاميا اتكلم الان، انه الامر مختلف، وتاثيراته السلبيه يعني اكثر من الايجابيه، اذا كان في اساسا ايجابيه يعني في الموضوع، انه يعلن قبل مباراه واستمراريه يعني في مباراه مقبله. يعني قبل شوي ابو علي سالك عن السؤال انه اللاعبين، وذكرت انه لا، وعقليه اللاعبين مهما كان، يعني مهما يعني مع احترامي الشديد، مهما حاولت تقنعني انه اللاعبين او انه العلاقه هي نفس العلاقه بين مدرب مقال او مدرب على راس الهرم، اللاعب عارف التاثيرات موجوده حتى لو إذا كانت، ما كانت اذا كانت استاذ عيد، اذا كانت موجوده متداوله بين اللاعبين، هذه ايهما افضل؟ هذه انك تسكت ولا تعلن، هذه مشكله. اذا يعني معناها في تسريبات اداريه او اشياء، ما اعرف يعني انا ما اعرف، لكنها كانت متداوله. اسبوع مباراه الاهلي انا اعلنا قبل المباراه بيومين، انا حبيت اعلن قبل المباراه بيومين عشان خلاص يعني الكل يركز، الخبر صحيح، انتهى الموضوع، فهمت علي؟ ما يكون في اجتهادات. انا قبل